أخبار الزمالك، كشف التقرير الصحفي أن نادي رايو فالكيونا الذي يشارك في الدوري الدرجة الثانية الأسباني انضم إلى سباق الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك في يناير المقبل. مران الزمالك، عودة فرجاني الساسي ومشاركة أحمد نادر وتدريبات تأهيلية لعبد الله جمعة. مصطفى محمد انتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لإنبي. إنبي يلا كورة الأمن وافق على نقل مباراة الزمالك إلى بطرسبورغ. عبد الله جمعه يعلن تعافيه للمره الثانيه من فيروس كورونا. وزير الرياضه رد على لماذا الزمالك نراقب الجميع وتحركنا بعد مخالفات كثيره. من حق كل طرف يعلن ويعبر عن ذاته، نتحدث ونتداخل لو هناك ازمه في اي اتحاد. ابرزهم الرابطه وحكم الفيديو مجاهد يجتمع مع رؤساء الانديه لمناقشه اربع امور. جدير بالذكر ان مجاهد تولى رئاسه اللجنه الثلاثيه التي تدير اتحاد الكره بعد رحيل عمرو الجنايني. اتحاد الكرة يدرس جديا إلغاء تقنية الفار في الدوري المصري. مصدر باتحاد